السلام عليكم خوتي اخواتاتي اللي منضمين لقناة عائلة نصائح حليمة. اليوم جيت نقاسم معكم واحد القناع اللي هو كنعتمد عليه لشد البشرة، كيحرك الدورة الدموية ديالة البشرة، كينشط لنا الدورة الدموية ديالة البشرة، وكذلك خوتي اخواتاتي العنق ديالنا. هاد الوصفة هادي متكونة كاينة في كل منزل. انا عملتها البارح، صوبتها البارح ودخلتها للثلاجة، واليوم جيت باش نوريكم هاد المكون اللي هو على البشرة ديالتي، كيعطيني نتيجة عجيبة ملي كتعمليه وكتعطيه الوقت ديالو وكتغسلي وجهك مزيان. بغيتي تعملي التطيب وتخرجي ولا التطيب والمكياج؟ نبداو على بركة الله. هاد القناع خوتي خواتاتي غادي نحتاجو البيضه، بيضه اللي هي يا غادي نحتاجو الصفار ديال البيض، ماشي البيض ديال البيض، الصفار ديال البيض، يعني بيضه خديت الصفار ديال البيض. وغادي نحتاجو وكذلك واحد الكويس هكذا غادي نحتاجوه، اللي غادي نعملو فيه خوتي خواتاتي القهوة سريعة الذوبان، القهوة سريعة الذوبان اللي هي يا غادي تحلي غير وحيدة، غتعمليها هي الأولى في هاد الكاس، يعني قبل ما نوصلو للبيض غادي تعملي هاد الساشي ديال القهوة سريعة الذوبان، غتعمليه هنايا وغادي طيبي واحد شويه ديال الماء طيب، وغادي تخوي تدريجيا بالمعلقه باش كنحركوا القهوه. لاش على ود القهوه الا كانت ديال القطاره ولا كانت سريعه الذوبان كتخصها الماء طيب باش كتطلق دوك الفوائد ديالها. اذا هنايا انا عندي جوج ولا ثلاثه ديال المعالق، غادي نقولوا معلقه ديال الصوبه، معلقه ديال الصوبه، ولكن تدريجيا ملي غادي نحصلوا على ديك الماء طيب مع القهوه غنحركوهم بحال هكذا. غادي نقبطوا بيضه وغادي ناخذوا الصفار ديال البيض، الصفار ديال البيض، وغادي نعملوه هنايا وغادي نحركوه مزيان وكندخلها للثلاجه، ولا غد ليه كنعملها على البشره ديالتي. خوتي خواتاتي غادي نعملها على البشره ديالتي وغادي نرجع لكم. فوالا خوتي خواتاتي، عملنا الكوش الاولى اللي ملي غادا تبدا تنشف، يعني غنحسوا بها بين ما بدات كتنشف في البشره ديالتنا، غادي نعملوا الكوش الثانيه. غادي نسمعوا شويه ديال الصداع، مخدمه الماشينه ديال الماعن، ولكن المهم وهو الصوت يوصل لكم. خوتي خواتاتي كيف قلت لكم، هاد القناع ديال القهوه، يا اما القهوه ديال القطاره يا اما القهوه ديال سريعه الذوبان، اللي هي يا ولا بد ما نخويو عليها الماء طيب تدريجيا بالمعلقه، غير بلا طلقات ديك القهوه الفوائد ديالها، وغادي نزيدو عليها الصفر ديال البيض اللي هو التغذية ديال البشرة الجافة، كيشد البشرة كيغديها وكي يعني كيف كنقولوا داك الترهلات اللي غادي يكونوا لينا بالنسبة للناس اللي عندهم البشرة جافة. عظيم عظيم عجيب هاد القناع ديال القهوة سريعة الذوبان مع صفة ديال البيض. من بعد خوتي خواتاتي أنايا البيض ديال البيض عملته في الثلاجة، يعني ملي غادي ندخل اليوم في الليل إن شاء الله من الخدمة، غادي نقبض داك البيض ديال البيض وغادي ناخد هاد البانسو، غادي ناخد هاد البانسو غادي نغسلو وغادي ندوز داك البيض ديال البيض على البشرة ديالتي كلها، وغادي نعمل جوج ديال لي كوش ولا ثلاثة ديال البيض ديال البيض اللي هو يا كيف كنقولو سيطان بوتوكس، كيكون في التلاجة باش ملي كتعمليه البرودية كتجبد لينا البشرة ديالتنا. هاني دابا غير باش تكلمت معاكم ها هو نشف ليا،
ها هو نشف ليا، غادي نعاود خوتي خواتاتي الكوش الثانيه، ما نقولش لكم على هذا، ولكن واحد الحاجه غادي نقول لكم تعملوها الا بغيتوا تحصلوا على نتيجه عجيبه 100%. نعمل القناع ونرجع لكم. خوتي خواتاتي ما تنسوش تعملوا يعني هاد القناع هنايا، فوالا تحت العينين، كيحيد لنا الهالات السوداء. الحاجه اللي نركز عليها الا تقدروا تعملوها، انايا يمكن لي كنعملها ملي كنعمل اي قناع كنعملها، وهو تعملي القناع وتحاولي تمشي شي بلاصه اللي ماشي تكون عندك المخده، تكوني ناعسه ناعسه بلا هكذا، ويكون راسك محطوط ديريكتومون. علاش؟ تمايا داك القناع اللي انت عاملاه كي بالاخص هذا ديال القهوه ديال زريعه الكتان ديال الشوفان كينشط لينا الدوره الدمويه ديال الوجه، وملي كترجعي هكا داك شوفوا في المراكز ديال التجميل ما كتعملش لك ماساج ولا قناع وانتي جالسه، كتعملوا لك وانتي ناعسه. علاش؟ كيعطي واحد النتيجه عجيبه ملي كتكي راسك هكا، وملي كتحسي ما كاين لا مخده لا والو متكيه في الفراش ديالك، وملي كتحسي بداك القناع نشف، هاني الكوش الثانيه بدات كتنشف مثلا. خوتي خواتاتي بقى ليا هذا، ها نتوما كتشوفوا فيه، غادي نغطيه وغادي ندخلو في التلاجة. خوتي خواتاتي انا باش كنغطيهم ما نكذبش عليكم، كنغطيهم بالقطن، كنشد هكذا طيف القطن كنغطيهم بالقطن وكندخلهم للثلاجة الوقت اللي كنبغيه، الوقت اللي كنبغيه كنجبدهم. الكوش الثانيه البشره ديالتي بدات كتشربها، غادي نخليكم وغادي نرجع لكم ونقول لكم الترطيب اللي غادي نعمل على البشره ديالتي، يعني الترطيب اللي انايا فايته قسمته معاكم، الترطيب اللي ثقوا بيا كنعملوه في الصباح وملي كندخل في الليل كنعمل هكا ولا هكا، كنلقاه باقي في البشره ديالتي، كيحافظ لي على البشره ديالتي، على العنق ديالي، على السداد ديالي. كنهضر على الترطيب اللي انا عملته معكم ديال النهار. اما القهوه ملي تعملوها خوتي خواتاتي اي قناع عملتوه ينزل حتى لهنايا، انا غير كنعطيكم. اما ملي كنبغي نعمل هاد الحوايج هادو انايا ما كنفيلميش، على ود كنهبط حتى لهنا لتحت، وكاينين شي بلايص مثلا هنا في اليد لتحت كنعمل ليهم وكذلك القناع، كابي ديالنا كابي ديالنا كنعمل ليهم وكذلك القناع حتى هويا، اللي كنحصلوا على بشره يعني اللي كيسالوا الناس ما هو السر ديال يعني واحد السيده عملت 60 عام وفاتتها وبقى هكا، وواحد السيده عندها 40 عام ولا شتيها تعطيها 60 عام. كنقول لك اختي العزيزه القناه مديوره عليكم، القناه قناتكم وحليمه منكم واليكم. غادي نغسل وجهي وغادي نرجع لكم، ولكن غادي نزيد نخليه واحد 5 دقائق. تمشيو فين؟ فوالا خوتي خواتاتي، من بعد ما غسلت البشره ديالتي ها نتوما كتشوفوا، دابا اشنو غادي نعملو؟ خصنا فريمون فريمون نشفو البشره مزيان. دابا اللي غادي نعملو خوتي خواتاتي وهو الترطيب، الترطيب اللي انا كنت صوبتو انا وياكم، كنا صوبناه لا تعقلو، راه غادي نترجعو للقناه وغادي تلقاو كيفاش كان في واحد الحكيك صغير، وملي صوبت معاكم باش نوريكم جمعتهم بجوجهم في هاد القاعه. اذا هاد القاعه هادي كتكون في الثلاجه، بدل ما نمشي نجيب طاطيب ايكرون توتال لا باز ديال الفوندوتان، يعني كنعمل هكا ها نتوما، كناخذ خوتي خواتاتي هكذا وهكذا،
وراه كناخد بزافه هكذا. ومع الاسف ما يمكنش لينا نعملوا لا كحل لا والو على ود الناس اللي هما يا كيعملوا التطيب البشره ديالتهم وكيعملوا الكحول. الكحول كيف ما كان الكحول مع التطيب ديال هاد التطيب اللي كنعملوه في هاد فصل الشتاء ماشي هو التطيب اللي كنعملوه في يعني في الصيف. وداك الشيء التطيب اللي كنعملوه دابا يعني التطيب باش يحمي لينا البشره ديالنا. ملي كنعملوا الكحول كنلقى البنات يعني يا اما جات لهنايا ومطلي ليهم بالكحول يا اما الكحول نازل هنايا. وحده قلت ليها كوموس صافي عندك هنايا كحل، قالت ليا ماسكارا اللي ما نقولش لكم الثمن باش خلصاتها. ملي كتعمل الترطيب للوجه كتعمل الماسكارا كتهز عينيها كتلصق ليها هنايا. اذا انا ما كنعمل والو وشوفوا مالفا كنعمل غير مره واحده نوبه واحده كتقدي ليا البشره ديالتي جافه مع هاد الباك. ما تنساوش ليا العنيق وما تنساوش خوتي خواتاتي واحد القنيديره اللي تكون ديال الوصفات. قنيديره دائما تكون ديال الوصفات. فوالا هكذا هذا كنخليوها على البشره ديالتنا ومن بعد خوتي خواتاتي ملي كنبغيو نمشيو للخدمه كنعملوا الكمامه. كنعمل انا كنعمل الفون دو تان على ود الفون دو تان. واخا تعملي الكمامه كيبقى الكمامه يعني هنايا الفون دو تان كيبقى محافظ لك على وجهك واحد شويه. بالنسبه للناس اللي كيعشقوا الفون دو تان واللي ما يقدوش يتخلاو على الفون دو تان. لهذا خوتي خواتاتي استسمح على الاضاءه وكنقول لكم ما تعكزوش القناع هذا اللي قسمت معكم دابا عملته في الثلاجه. غدا ان شاء الله غادي نعاود نعملو على البشره ديالتي باش خوتي خواتاتي هانتوما كتشوفوا هانتوما اللاج ديالي ما كنخبيش عليكم 60 عام كليتها. وهانتوما البشره ديالتي بلا مكياج بلا والو. وما ملي كان ماكيي وكنلبس وكنطيح يعني ما نقولش لكم حبي نفسك باش يحبوك الناس، بغي نفسك باش يبغوك الناس. كنقول لكم ما تنسونيش باللايك خوتي خواتاتي، راكم باخلين عليا باللايك ولو بارطاج. و ما تنسوش تعملوا ليا وتحطوا ليا كيعجبني وكيفرحني خوتي خواتاتي. التعاليق ملي كنلقاو ريضه قليب بوسه شوكولاته اي حاجه الا كتفرحني ملي كنلقى في التعاليق. احبكم في الله والسلام عليكم. اعتاني واعتانيوا بالبشره ديالكم مع هاد الكمامات. رحنا الى ما يعني حافظنا على نفوسنا ودومنا على القناع والترطيب والتغذيه وشرب الماء ما غتجي فين توصلي 70 عام. محاشتي غادي توصلي غتلقي راسك كلك مكمشه. احبكم في الله والسلام عليكم. ما تعجزوش نوضوا دابا اعملوا القناع اللي عملاته نصائح حليمه. مح عليكم.